مرحبا. بتموز بتغلي المي بالكوز، هيك بيقول المثل. أعلنت هيئة المياه المركزية بالهند عن وفاة أكثر من 511 مواطن بسبب تساقط الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة من أوائل تموز وإصابة 176 شخص بجروح مختلفة نتيجة الفيضانات. وأشارت السلطات المحلية أن الانهيارات الأرضية ألحقت ضرر ب 91 منطقة غرب البلاد، وكمية الأمطار اللي هطلت هي الأعلى من 64 سنة. بالعودة لطقسنا صيفي حار ورطب جدا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة، الرطوبة عالية جدا عم بتزيد الشعور بالحر. البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 29 درجة. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الضباب على الجبال المتوسط الارتفاع وهبوب رياح قوية أحيانا. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 510 مليمتر، السنة الماضية 557 والمعدل العام السنوي 615 مليمتر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 27، على المرتفعات 24، بالبقاع 16، والأرز 13 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية بينه 31 درجة، جبل محسن 34، الديمان 25 درجة، راس بعلبك 36، بعبدة 34 درجة، وجزين 30. الرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار الثلاثة بتتراوح بين 27 و34 درجة، الأربعاء بين 28 و35، والخميس بين 26 و33 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. أبو ظبي بين 33 و41 درجة، دمشق بين 18 و37، الجزائر بين 21 و28 درجة، وبرلين بين 18 و28. وهون ممكن وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.